لكم كنشكروا الموقع ديال نادور بريس على هذه الاستضافه اللي كيقوم بها كل اثناء العمل ديالو. قال لك السؤال ديال اليوم وشنو بغى وشنو خص المدينه ديال نادور تكون مزيانه. الحمد لله بفضل ديال مارشيكا والعامل ديال الاقليم ممثل صاحب الجلاله كنشكره من هذا المنبر بفضل ديالو ولات المدينه شويه مزيانه احسن من 2002 و2003. بهذا 2020 ولات كتقدم شويه. غير المشكل اللي كاين هو يحاربوا شويه هذوك المتسولين وهذوك المتشردين اللي كاين في الازقه والشوارع وهذوك المختلين عقليا كيجوا من بلد بعيد لهذه المدينه كيشكل واحد الخطر كبير على هذه المدينه. الحمد لله كاين المدينه ولا غتولي ان شاء الله مستقبلا مزيانه. غيكون واحد الميناء المتوسط اللي كاين في بويفار غيشكل واحد السياحه كبيره في المدينه على الصعيد الدولي والعالمي كاع. غيكون واحد الحاجه زوينه في المستوى مستقبلا، ولكن حاليا شويه شويه الحمد لله مع هذا الفيروس اللي كاين في هذا المغرب الله يحيد علينا هذا الوباء. كنتمنى ان شاء الله غيكون كل شيء مزيان. وتحياتي وكنشكروا الموقع ديال نادور بريس على هذه الاستضافه.